بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اخر مره اتكلمت على مانشستر يونايتد في القناه دي كان قدام نيوكاسل اول ما كريستيانو رونالدو ما كان جاي، والهدف اللي سجله بعد العوده لاولد ترافورد، وكلنا قلنا وقتها ان يونايتد مفترض يكون مرشح للتتويج بالدوري الانجليزي ومرشح قوي ومرشح فوق العاده. بس بصراحه بعد ما قفلت الفيديو هو سولشاير فعلا ممكن ياخد يونايتد للتتويج بالدوري الانجليزي؟ حاجه صعبه، رغم ان هو معاه سكواد ومعاه لعيبه ومعاه خبرات ومعاه لعيبه شباب، بس مفيش. هو سولشاير ما عندوش حته ان هو ياخد الفريق من مرحله ان احنا جايين ننافس لمرحله ان احنا لازم نكسب. والموضوع بتاع لازم نكسب ده الموضوع مش بتاع سولشاير خالص. زي ما كنت بتكلم على فرانك لامبرد مع تشيلسي، ان لامبرد ممكن يلعب اداء كويس، ممكن يوصل لدوري ابطال اوروبا، بس مش ممكن ياخد الدوري. سولشاير زيه بالظبط. بس قلت يمكن انا ابقى قاسي على سولشاير، اقعد اتفرج لقيته خسر من هنج ويز في دوري ابطال عادي. يعني سولشاير كده كده في الماتشات الكبيره بيعمل، في الماتشات الكبيره شغال، والماتشات الصغيره بيتو فيها، مش حاجه جديده على اولي جونر. يعني كده كده سولشاير معروف في الماتشات الصغيره ان هو بيكون مدير فني بيلوش، واللعيبه ما بيكونش عندها حماس، والموضوع بيشد لمانشستر يونايتد لمنطقه ان احنا مش هنطلع كسبانين النهارده. فدي حاجه عاديه ومتوقعه بالنسبه لسولشاير. تمام، مين اللي جاي بعديه؟ ماتشين واستهام، ماتش في الدوري وماتش في الكاس. كسبت في الدوري وخسرت في الكاس، تمام مفيش اي مشكله. خسرت كمان ماتش استون فيلا في الدوري، هنا بقى الناس تبدا تركز معاك، لان انت مفترض مرشح للتتويج بالدوري الانجليزي. انت اللي جبت ده كله لنفسك عزيزي، حد قال لك تقفل مراكاتو كريستيانو؟ انا عارف ان سولشاير ما بيطلبش الصفقات في مانشستر يونايتد، والموضوع كله بقى موضوع ادوار، بس عادي يعني نعتبر ان سولشاير هو اللي بيطلب الصفقات في مانشستر يونايتد عشان يجي يلعب ماتش النهارده قدام فريق زي ايفرتون. ماتش ايفرتون ده اللي جاي بعد مباراه في دوري ابطال اوروبا قدام فيا ريال بيكسبها في الدقيقه 95 بهدف كريستيانو رونالدو. يلا بقى يا عم سولشاير، احنا جايين بالزخم والحماس بتاع دوري الابطال، انا هلعب بفريد وسكوت ماكدوناي. طب مين اللي هيهاجم يابا؟ يعني سكوت ماكدوناي ولا مين اللي هيهاجم في الاثنين دول؟ انت هتلعب النهارده رافا بينيتيز، وبينيتيز عنده اصابات، عنده راندريجو ميز مصاب، وعنده ريتشارلسون مصاب، وعنده كالفرت لوين مصاب. يعني الراجل ما عندوش حد خالص يهاجمك بيه، انت جاي تدافع قدام مدرب ما عندوش اساسا اسلحه يهاجمك بيها. وبعدين سولشاير، طب رونالدو فين يا سولشاير؟ قال لك منزل ايدرس الكفاك كمان برده مهاجم كبير. طب انت عارف ان كريستيانو رونالدو لما بيقعد دكه وبينزل للتغيير ما بيعملش اي حاجه، بيكون تاه، لان كريستيانو رونالدو ما عندوش الملكه بتاعه حته ان هو ينزل من على الدكه ويسجل اهداف. كريستيانو بتاع بدايات بس يا عم الحاج. فده معناه انك لو وشت الشوط الاول كريستيانو مش هينزل ينفعك في الشوط الثاني، وافهم بقى عشان خاطر تعبت جمهور مانشستر يونايتد معاك. بس ربنا بيكرمه في الشوط الاول بيقدر ان هو يسجل الهدف الاول، لمحه ابداعيه من برونو فرنانديز بيدي كوره لمارسيال، هتجول مارسيال. مارسيال فعلا بيشوط، بتخش جون عشان خاطر بيكفورت ما بيصدش الحاجات اللي في نص الجون دي. يعني بيكفورت ملوش دعوه بالحاجات اللي فوق دماغه دي خالص، هي الكوره بتتم تسجيلها هدف اول. خلاص بقى عم سولشاير نأمن بقى ونحاول نجيب الثاني. قلنا هنعدي كده ونحاول نجيب التاني، وكده كده ايفرتون الناحيه التانيه مش هيطلعوا يهاجموا خالص، لان زي ما قلت لك ما عندهمش الاسلحه ان هم يهاجموا بيها. بس سبحان الله اول الشوط التاني ما يبدا، يلا بقى هتنزل كريستيانو صح؟ هتنزل كريستيانو، نزل كريستيانو مكان ايدرسون كافاني. طب كريستيانو مش هيعمل حاجه، كريستيانو مش هيعمل حاجه، وحطها في دماغك بقى ان كريستيانو مش هيعمل حاجه. طب هنزل سانشو مكان جرينوود. ليه ما كنت سيب جرينوود يا ابني؟ يا ابني كنت سيب جرينوود، حرام عليك. غير جرينوود، تمام يا عم الحاج، حلو حلو الشغل اللي انت بتعمله ده، بس ربنا لو كرمك والبيست جون دلوقتي هيبان قدام الناس كلها ان انت ما عرفتش تغير وما عرفتش تبدا، وان انت ضيعت الماتش من مانشستر يونايتد. ده معناه ان انت لو البيست جون مش هتعرف تسجل الهدف الثاني يا عم سولشاير، خصوصا يعني ان بول بوجبا زي كريستيانو، مش لعيب اللي هو حطه على الدكه وينزل يقلب لك الماتش. لا، بوجبا اساسا لما بيكون ليه مزاج وهو بيلعب اساسي بيكون كويس، انما لما بيكونش ليه مزاج الموضوع بيكون سيء جدا. فما بالك بقى وانت منزله من على الدكه؟ يعني مفيش، مش هيديك اي حاجه خالص. فده معناه برضو انك لو لبست جون والله ما هتعرف تكسب ولا هتعرف تعمل اي حاجه. وفعلا بيلبس جون من هجمه مرتده، هجمه مرتده تقعد تبص تلاقي ان جري خد الكوره، وجري حط جسمه، وجري بيبص لعبد الله ديكوري، ديكوري بيجري بيرفع وشه بيلاقي توسون، توسون وان تاتش، يلا جون. هي البس بقى سولشاير، عمال اقول لك ان انت عمال تدير غلط وعمال تعك وبديت الماتش غلط، وخلاص يا معلم افضل بقى هاجم براحتك. مش المشكله ان ما كانش هيجيب جول، المشكله ان لبس جون وطلعت اوف سايد عن طريق ياري مينا. يعني ياري مينا سبق خطوه هولجيت اللي نزل تغيير، هولجيت لعبها له، ياري مينا كان سبق بخطوه، لولا كده كان سولشاير طلع خسران اساسا يا اسطى. يعني حتى النقطه ما كانش هيطلع بيها. عشان كده تقعد وتركز مع سولشاير، هو ايه اللي بيعمله ده؟ ليه ركزت مع سولشاير؟ لانه جايب رونالدو وجايب سانشو، برغم ان سانشو زي ما قلت لك صفقه انتظرها ثلاث سنين وفي الاخر شكلها تطلع فيستك.
بس معنى وجود كريستيانو انك جاي منافس على الدوري والكوكب كله بيركز معاك عشان بقى معاك كريستيانو. فدلوقتي الظلام اللي انت كنت عايش فيه والضلمه والعك واللي انت كنت بتعمله في الكوره خلاص الناس كلها هتيجي تركز معاك دلوقتي بقى. وكل حاجه انت كنت بتعملها الثلاث سنين اللي فاتوا الناس هتركز معاها دلوقتي. ومعنى الناس تركز معاها دلوقتي ان الاد وود ولا الجليزرز هيحموك من انتقادات جمهور مانشستر يونايتد اللي خلاص عرف قدام الكوكب ده كله ان سولتشار مدير فني مالطو وعلى قده ومش هيوصل الفرقه دي لاي حاجه. شفت يا اسطى ان موضوع كريستيانو والموضوع صعب. انت مش جايب عيل صغير كنت بتلعبوا مع بعض في مانشستر, انت جايب ايقونه مطالب منك انك تنافس بالايقونه دي على الدوري الانجليزي, ومع الاسف انت مدير فني على قدك مش بتاع منافس على الدوري الانجليزي. وهي دي مشكله تقول جونا سولتشاير انه اضعف حاجه في منظومه مانشستر يونايتد. يعني الراجل عنده سكواد, عنده اداره بتصرف, بس ما عندوش افكار. وهي دي المشكله بالنسبه لاول جونا سولتشاير, وهي دي الحاجه اللي بتقرب اول جونا سولتشاير من الاقاله اكتر من بتقربه من البقاء مع مانشستر يونايتد. وانا اتمنى اقالته لان انا نفسي اشوف مانشستر يونايتد بينافس على الدوري, لان مانشستر يونايتد بوجود اول جونا سولتشاير مش هينافس على الدوري ابدا لو مهما عمل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك, لو ما عجبكش وانت شايف ان سولتشاير راجل مظلوم فاعمل ديسلايك واشتم في الكومنتات. ومش مش تعالى اشتم, القناه كده كده صغيره لوحديها, مش هنقعد نشتم في بعض في قناه صغيره.